أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج متحف فلسطين. في هذه الحلقة سنصحبكم في جولة تعريفية عن جريدة الجامعة الإسلامية. جريدة الجامعة الإسلامية جريدة يومية سياسية إسلامية، صدر العدد الأول منها في القدس في 16 من تموز عام 1932. طبعت الصحيفة في مطبعة جريدة الجامعة الإسلامية. صاحب هذه الجريدة ومدير سياستها ورئيس تحريرها هو سليمان التاجي الفاروقي. هو شيخ دين ومحام درس في الأزهر تحت رعاية المفكر محمد عبده، حيث لقب معري فلسطين ودرس القضاء في كلية الحقوق في الأستانة. كما أن الشيخ سليمان التاجي الفاروقي أتقن لغات عدة كالتركية والفرنسية والإنجليزية، كما أنه عرف بدفاعه عن الشعب الفلسطيني أمام المحاكم البريطانية بالإضافة لتوجهاته الوطنية الإسلامية. جاءت الجريدة لأهداف حضارية وواضحة، منها محاولة التوفيق بين الماضي والحاضر ومحاولة إنصاف الحضارة العربية الإسلامية. اهتمت الجريدة بالقضايا السياسية والاجتماعية، ولكنها في الوقت نفسه خصصت واهتمت أيضا بقصص التراث الإسلامي والمقالات التاريخية بهدف بناء وعي بالحضارة العربية الإسلامية. قال محرر الجريدة في الافتتاحية الطويلة لها بأن فكرة تأسيس الجريدة هي الحاجة الماسة لتوصيل بعض المواعظ للأمة العربية، وخطة الجريدة كانت إصلاح ما أفسدته السياسة، إضافة إلى معالجة مشاكل الشعوب الشرقية من الناحية الوطنية العامة. كما أن الصحيفة في تلك الفترة بدت عالمية، حيث أنها عملت على إيقاظ الشرق وتحسين العلاقات بين الأمم والشعوب. نلاحظ أن اسم الجريدة جاء في الوسط ومشار إلى أنها جريدة سياسية يومية. على الجهة اليمنى للصحيفة موجود اسم صاحبها ورئيس تحريرها، وتحتها مباشرة موجود صندوق البريد. أما الجهة اليسرى فاحتوت على شروط الاشتراك في الجريدة وشروط الإعلان فيها. وبالنسبة للعناوين الرئيسية في هذا العدد فقد جاء فيها: معركة بين الجندي وعصبة الثائرين، استشهاد الشيخ عز الدين القسام وأربعة من رجاله، ومصر اليوم مضربة. وتميزت الجريدة بتعصبها الديني الإسلامي وبكفاحها ضد المؤسسات التبشيرية المسيحية، ولكن مع ذلك فقد خدمت الجريدة مطامع وغايات موسوليني في الشرق العربي، إلى أن اضطرت الحكومة إلى تعطيلها، وهذا بسبب موقف الجريدة المتطرف وتحريضاتها خلال الثورة العربية ضد السلطات البريطانية. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة من برنامج متحف فلسطين.